أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف أمسيتوا اليوم؟ كيف الوضع مع فصل الخريف؟ كأنه الصيف رجع تاني، الصيف عاد من جديد، مش هين عليه سيب ناول. ما زلنا بموضوع الاي تي انفورميشن تكنولوجي. تحدثنا فيما سبق عن الاداره والمعلومات، شرحنا البيانات، شرحنا المعلومات تطورها بيؤدي للمعرفه. بعد كده اخذنا مع بعض النظام بكون من نظام المعلومات من بيانات عمليات معلومات اللي هي المخرجات. بعد كده بدينا نشرح في تقييم المعلومات. بعدين حكينا مع بعض متى تكون المعلومات مفيده، شرحنا مع بعض الانفورميشن سيستم. بعدين اخذنا ما هي مراحل بناء او تصميم اي نظام معلومات في العالم، شرحنا مع بعض انه انا محتاجه لبحث، شرحنا مع بعض كيف بنحلل النظام، كيف بنصمم، كيف بننفذه، كيف لازم نحميه، وبعد كده بنقيم مدى تحقيقه لايش؟ للاهداف. توقفنا المحاضره الماضيه عند هدف، عفوا عند سؤال، ما هي طبيعه العلاقه هذه؟ ما هي طبيعة العلاقة التي تربط بين مراحل بناء النظام؟ ما هي طبيعة العلاقة؟ هل هي علاقة عكسية؟ هل هي علاقة طردية؟ هو فيش اصلا علاقة، كل واحد لحاله. بدنا نشوف في حدا حيشرح. حنكون مع زميلتك، تفضل الان بتعرفنا عن نفسها. في الصيانة يعني. صيانة النظام. أول مرحلة هي البحث والدراسة، بقوم من أول إشي بندور على بنبحث ونحلل، بنحلل إيش المنظمة بتحتاج، وبنعملها خطة. الخطة هذه بنرفعها لإيش؟ الإدارة العليا عشان يتم الموافقة عليها. بعدين بيجي تحليل النظام، بنعمل بعد ما يكون عملنا خطة في بالنا إيش نعملها عشان نقدمها للإدارة العليا. بتيجي لتحليل النظام، بيروح الإدارة العليا، بتروح بتوافقنا على الخطة اللي احنا وضعناها. بعد ما وضعنا الخطة بنصير نعمل خطة فعليا على أرض الواقع، بنصير نحللها ايش بتحتاج المنظمات لاحتياجاتها، ايش الأنشطة اللي بدها تقوم فيها، يعني بنصير نخطط لايش؟ الخطة اللي وضعناها. بعد هيك بنقوم بتصميم النظام، ايش الشركة بتحتاج؟ تحتاج لأنظمة عشان توصل لهدفها اللي احنا وضعناه في الخطة. بعد هيك بعد ما تعمل التصميم في النظام بتقوم بعملية التنفيذ. التنفيذ بشكل بصير على أرض الواقع، الحاسوب، الأجهزة، الأفراد، ايش العلاقة بينهم عشان تعرف برضه توصل لايش؟ لأول اشي أخذناه اللي هو ايش؟ الخطة اللي وضعناها. يعني كل خطة بترتب على الثانية، إذا وقفنا عن خطة واحدة توقف عن النظام الثاني، المرحلة الثانية. بعدين بتيجي آخر اشي بدنا نعمل حماية وصيانة النظام. بعد ما عملنا الأجهزة وعملنا لها صيانة وغطيناها على أرض الواقع، نعملها صيانة وحماية عشان نعرف إنها تضلها لفترة أطول معنا، صيانة مستمرة لإلها عشان تتماشى مع التحديثات اللي بتصير. قلنا العلاقة اللي بينهم كل واحدة بتترتب على الثانية. أول إشي خططنا، بعدين وضعنا الخطة ووافقنا عليها، بعدين صممناها. يعني إذا وقفنا عند شغلة معينة، عند أي مرحلة معينة بتوقف، المرحلة الثانية بتوقف، منقدرش نكمل. يعني كل واحدة بينهم علاقات متبادلة، نعرف إيش يعني العلاقة اللي بينهم. العلاقة اللي بينهم علاقة بتربطهم كلهم في بعض، يعني إذا وقفنا عن مرحلة بتوقف عن المرحلة الثانية العلاقة اللي بينهم. هلقيت بعد ما احنا تاكدنا وعرفنا انه في علاقه بينهم، لازم نعمل احنا بين المستخدم، نحط المستخدم الكفؤ عشان يقدر انه يحقق لنا كل مرحله والثانيه. مثلا انا حطيت هان البحث اللي درست النظام، حطيت انسان مش كفؤ في انه يخطط، كل هذا رح يفشل. فالاساس المستخدم اللي انا بدي احطه فبده يكون عنده كفاءه عاليه ليقدر يوصلني للمرحله اللي انا بدي اياها، لمرحله النجاح، يكون في نجاح للمؤسسه. ماشي أنت. تأكيدا على كلام زميلتك ديانا، العلاقة التي تربط جميع مراحل بناء أي نظام معلومات هي علاقة إيش؟ علاقة تبادل.
تأثير وتأثر زي ما انت باخده بالك من اتجاه الأسهم. شو يعني؟ لو هناك خطأ في المرحلة الثانية سينتقل الخطأ للمرحلة 3 4 5، وهذه في حد ذاتها مشكلة. طبعا عندنا خطأ حيضلوا ماشي متراكم، حيضلوا ماشي ايش معي. اذا علاقة تبادلية بنأثر على بعض، عشان هيك انا لازم من البداية اشتغل صح لحتى الخطوات التالية تكون ايش صحيحة. طبعا هذه عبارة عن دائرة، احنا ما بنقدر نفصل، بمعنى ما بقدر اجي اقول يلا نعمل قفزة من التصميم للصيانة، لا ورا بعض يعني مرتبطة بإشي زمني، تسلسل بنسميه، علاقة تسلسلية، 1 2 3 4 5. واضح؟ إذا العلاقة التي تربطهم هي علاقة تبادلية، لو أن هناك خطأ ظهر في خطوة من الخطوات سينتقل بشكل مباشر للخطوات الإيش؟ التالي. تفضلي. إذا لو ارتكبنا هنا خطأ في الديزاين حيروح للتنفيذ ويروح لإيش؟ للصيانة، فلازم ناخذ بالنا. اللي بيوضح العلاقة انه احنا منزلين سهم للأسفل وسهم ايش صاعد، سهم من اعلى لأسفل وسهم من اسفل ايش لأعلى. واضحة ولا نعيدها؟ واضحة. نكمل. سؤال الان بيطرح نفسه علينا وبقوة، بيقول اذكري، لا قبل اذكري، هنا وضحي دورة حياة تطوير وبناء النظام، تطوير ايش؟ وبناء النظام. تطوير وبناء النظام دورة حياته إلها مختصر باللغة الإنجليزية، مين بعرف؟ نترجمها سوا. نظام سيستم، ماشي. حياة لحظة في سيستم، أيوة، ديفلوبمنت لايف سيركل. إذا شو معنى هذه؟ دورة حياة وتطور. هيا هيا أنت، لا دي تطور مين؟ النظام. سيستم النظام، ديفلوبمنت تطوير، لايف حياة، سيكل دورة. إذن دورة حياة إيش النظام؟ SDLC. قبل ما نشرح فيها بدنا ناخد على ايش؟ على دورة حياة الانسان. دورة حياة الانسان، الانسان بنولد بيبي، بعدين رضيع، بعدين ايش؟ طفل، بعدين مراهق، بعدين شباب، بعدين شيخوخة، بعدين الله يرحمه كان كويس. هاي دورة حياة الإنسان. نفسها دورة حياة إيش؟ النظام. هل ممكن الإنسان في أي مرحلة من المراحل هذه ممكن حياته توقف؟ معلش هذه فيها لخبطة في الحروف. نشكرك يا أنت ما سمعتكيش. نفس الشيء النظام، ممكن في أي مرحلة من مراحل التطور إنه خلص ينتهي ويتم إيش؟ ويتم خروجه من الحياة. إذن مرحلة البيبي أو مرحلة ممكن نسميها كمان، نشبهها كمان بتطوير السلعة. خدتوها أيام الشباب، مرحلة حياة المنتجات، تقديم، نمو، نضج، انحدار. نفس الشيء، نفس الفكرة يا اخوات، نفس ايش الفكرة. عندنا مرحلة التقديم هنا اللي هي مرحلة البحث وايش والدراسة، زي ما حكينا المحاضرة الماضية اذا اكتشفنا انه الدراسة غير مجدية
وفيش إمكانية لوجود هذا النظام، هذا ليس من الأسباب نتوقف هنا. إذا بنموت في المرحلة هذه خلص، فيش نظام. الدراسة مجدية وممكن تكملي بالروح للمرحلة الثانية، ماشي، اللي هي مرحلة التحليل. برضو بنطرح نفس السؤال، هل بنقدر نكمل ولا بلاش؟ إذا في دورة حياة تطوير أي نظام أو يشوف العالم في أي مرحلة من المراحل أنا ممكن أوقف. ممكن الإنسان ينولد يعيش كم من شهر ويتوفى، ممكن يعيش سنتين ويتوفى، ممكن هو مراهق مش مشكلة، حياته تنتهي في إيش؟ في لحظة. إذا جميع أطوار بناء وتشييد نظام المعلومات الخمس مراحل من أول مرحلة لآخر مرحلة مستمرة، علاقتها متشابكة زي ما قلنا، علاقة متبادلة وغير مستقلة. بمعنى لو المرحلة الأولى انتهت، ما هي المرحلة الخامسة فيش أصلا، ما هي الأولى خلصت، واضح؟ إذا ما أقدرش أفصل حد عن الثاني. عندنا مثال عملية تصميم النظام تتأثر بنتائج التحليل. نرجع للرسمة زي ما تو شرحنا على الأسهم. التحليل بيعتمد على البحث، التصميم على مين بيعتمد؟ على التحليل. التنفيذ بيعتمد على التصميم، التصميم بيعتمد على التحليل، التحليل بيعتمد على البحث. هذا المقصود بالعلاقة إيش؟ العلاقة المتبادلة والعلاقة التراكمية والعلاقة المتشابكة. زي ما حكينا قبل شوية، أي خطأ فيها بيأثر على المراحل التالية، واضح؟ هذه هي المقصود بدورة حياة النظام. دورة حياة النظام تبدأ مع بداية البحث وتنتهي بالصيانة. ممكن في أي مرحلة من هذه المراحل يتم التوقف تماما عن هذه الحياة. علاقات قلنا متبادلة، علاقات متشابكة، وهكذا. في شي رسمة هنا؟ لا، ماشي. عندنا اكزامبل نشوف مع بعض ايش حكي لنا. تفضلي. ممتاز. انا لما ابدا بالنظام اول حاجه بعد ما اعمل بحث ودراسه وتحليل ببدا في التصميم، وبعد التصميم التنفيذ. قلنا التنفيذ بيبدا لما ندخل البيانات على الاجهزه، نبدا ننقل قواعد البيانات من الى، وكيف بنشغلها وبنستخدمها وكيف بنصونها، اللي هي الرقابه او الصيانه، اللي هي الرقابه ايش على النظام. بحكي لو انت مؤسسه كبيره وقد حالها حيكون عندك مركز للتدريب، بناخذ الموظفين المعنيين بالنظام الجديد بندربهم، فيش مشكله. تفضلي. هنا ظهر عندنا مصطلح فجأة، ما المقصود بالتنوع الثقافي؟ هذا مصطلح علمي. تفضلي. تنوع اللغات في الشركة مثلا. إذا ظهر عندنا تنوع ثقافي، ما هو التنوع الثقافي؟ أيوة، التنوع الثقافي، اختلاف في اختلاف طبعا الموظفين، في واحد اللغة، اثنين الدين، ثلاثة النوع. طب ايش علاقة هذه في النظام؟ ايش علاقتها في نظام المعلومات؟ خدي بالك، واحد اذا كانت اللغة مختلفة شرح النظام صعب. إذن هناك علاقة طردية بين صعوبة الأنظمة وتنوع اللغات. لو كان عندي 10 موظفين، 2 منهم بلغة والباقي بلغة، أنا هذا بالنسبة لي صعب لأني حضطر أستخدم أكثر من لغة، غير لما يكونوا كلهم بلغة واحدة، غير لما يكونوا كلهم إيش؟ بلغة واحدة. أيضا هناك مشكلة في مقاومة الأنظمة الجديدة. المقاومة هنا اللي هي الرفض. أنت صار لك 5 سنين على نفس البرنامج، تعودت عليه ومنسجمة. بنحكي لك هاي برنامج جديد، أنت بترفضي، مش عايزة، ليش؟ كأنك تعودتي خلص، ماشي. أيضا الخوف من أن النظام الجديد يحل محل الإنسان. هذا التقسيم على إيش؟
لا انا بشرح في نفس النقطه انت. يحل محل الانسان، بمعناها انه الانسان بخاف انه البرامج الجديده على الكمبيوتر ممكن تؤدي الى ايش؟ تؤدي الى التخلي الموسع، انه خلص يعني البرنامج بيقوم بدورك بدناش اياك. عيتن حكينا لما احنا نيجي نعمل برنامج جديد في اسباب لموت النظام في عده مراحل، ممكن يموتوا في المرحله الاولى، ممكن في الثانيه، في الثالثه، في الخامسه. السؤال ايش الشغلات اللي ممكن تخليه يموت؟ قلنا من الشغلات اللي بتؤدي لوجود صعوبه ولو ما عرفناش نحلها خلص حيموت، اللي هي التنوع الثقافي. ماشي، قلنا ايش التنوع الثقافي؟ قلنا اختلاف الموظفين. المؤسسات الدوليه على فكره بتعاني من الشغله هذه، في اللغه والدين والنوع. فبتلاقي ناس بتحكي مثلا انجلش، وناس بتحكي فرنسي، وناس بتحكي عربي. لما تيجي تشرحي برنامج لهم حيكون عندك مشكله. ليش؟ مش كلهم نفس اللغه. زي لما نجيب ناس من سنة أولى وناس من سنة تانية وناس من سنة تالتة، هتلاقي نفسك مش زي لما يكونوا كلهم من نفس المستوى. توصلنا لقاعدة، كل مكان هناك لغة مختلفة بين الموظفين، كل مكان شرح النظام شماله صعب عشان اللغة. أيضا حكينا من الأشياء اللي بتأدي لموت الأنظمة المقاومة. إيش حيقاوموا هدول؟ بدناش البرنامج الجديد. يعني انت متعوده من حد ما دخلتي سنه اولى الجامعه انه انت عندك صفحه وماشيه امورك معها، فتحتيها لقيتيها فجاه متغيره، ممكن ترفضي خلص مش عايز. في كمان حاجه بتخلينا نموت الانظمه الجديده، انه انا كموظف لو توقعت انه النظام حيحل محلي وانا خلص ماليش لازمه، انا برفض وجوده. اذا في الثلاث حالات هذه ممكن النظام ايش ماله؟ يموت، ممكن النظام ينتهي. واضح؟ إذن يلا يا مجد، سؤال: لماذا تفشل الأنظمة في أحد مراحل حياتها؟ أنت عارف المراحل الخمسة، لماذا تفشل الأنظمة في أي مرحلة من مراحل حياتها؟ عندك خمس مراحل، ممكن واحدة فيهم تفشل ومن ثم يفشل النظام. عدة أسباب، منها إيش؟ تغيير التنوع الثقافي. التنوع الثقافي، إيش طبيعة العلاقة بين التنوع الثقافي وفشل النظام؟ أو النظام؟ إذا كانت العلاقة في لو سمحتوا، لو في طالب بده يجاوب. إذا كانت يا أنتي مجد، اسمك مجد ولا اسمك أمجاد؟ من ناحية اللغة، إذا اللغة كانت مختلفة فبكون شرح النظام صعب. ممتاز، شكرا يا مجد، تفضل يا نهار. ايش كمان ايضا من اسباب الفشل او اسباب بدايه الانهيار؟ مقاومه الانظمه الجديده. ليش نقاومها هذه؟ او الخوف من انه النظام الجديد يحل محل الانسان. ممتاز، واضحه ولا عيدها؟ اذا خذي بالك الثلاثه هذول اجوا بشكل عام لجميع المراحل، البحث والتحليل والتصميم والتنفيذ والصيانة. في واحدة من هدول ممكن نحن نموت النظام الأسباب التالية هذه. خذي بالك من السؤال التالي، السؤال على الصبورة مخصص ايش قال؟ تصميم. اي ممتاز، احنا عندنا خمس مراحل، هو سابهم واخذ المرحلة الثالثة. فخذي بالك احنا عن ايش بنحكي. اذا لو قلنا ما هي اسباب فشل الأنظمة في اي مرحلة من مراحل حياتها، الثلاثة اللي على الصبورة، ما قالش أي مرحلة، قال لك كلهم. لكن لو قال ما هي معوقات تصميم الأنظمة، إذن هان ساب الخمسة وطال واحد اللي هو الديزاين. إذن هذا السؤال بس بيسألني عن الديزاين. طب والتحليل ملوش دعوة، مش داخل في الموضوع. طب الدراسة ملهاش علاقة. طب الصيانة والتنفيذ برضه ملهمش علاقة. واضح؟ إذا لو كان السؤال عام الإجابة اللي على الصبورة ورايا. لو كان السؤال متخصص في مرحلة الديزاين الإجابة هتختلف. شرحنا المحاضرة الماضية مرحلة الديزاين، هنشوف إيش الشغلات اللي بتخليها تفشل. طبعا خدي بالك لو التصميم فشل اللي هو المرحلة الثالثة، معناها لا في تنفيذ ولا في صيانة. بارك الله فيك، ريحنا. واضح؟ نشوف مع بعض ما هي المعوقات. في حدا بيشرحها هذه؟ تفضل يا أستاذ. إذا مع زميلتكم، ما هي معوقات تصميم فقط؟ السلام عليكم.
عليكم. انا فاطمه جعدير، سنه ثالثه تخصص اداره اعمال. نحكي عن معوقات تصميم نظم المعلومات، هما خمسه: جدوى النظام، دراسه الجدوى التنظيميه والتشغيليه والاقتصاديه والفنيه. ايوه. تمام. نحكي اول شيء جدوى النظام، هي مثلا دراسه الجدوى هي دراسه يقوم بها صاحب فكره مشروع جديد يتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه، وهي توضح الاستثمارات المطلوبه والعائد، يعني ايش هو الاستثمار احنا المشروع اللي نستثمره والعائد اللي يعود علينا من هذا المشروع. هذه هي بالنسبه لدراسه جدوى النظام، اللي هو مثلا زي اعداد ميزانيه كامله للمشروع وتكلفتها، مثلا ايش هي التكلفه اللي تكلفنا لهذا المشروع. ماشي. اعداد الميزانيه وين بندرجه يا انت، في التنظيميه ولا الفنيه ولا الاقتصاديه ولا التشغيليه؟ الاقتصاديه. ممتازه. اذا اول معوق من معوقات تصميم النظام، لاني بدي مصمم وبرمج والقصة هذه كلها، قلنا دراسة الجدوى الاقتصادية. دراسة الجدوى الاقتصادية تظهر في عدم توفر موازنة. تمام. عدم توفر ايش؟ موازنة. تفضلي. دراسة الجدوى الاقتصادية هي مثلا كيف تطبيق المشروع، كيف احنا مثلا كيفية تطبيق هذا المشروع ونجاحه، وبتوضح الاستثمارات والعائد اللي هيعود علينا المتوقع والمشروع والقوانين التي تصدرها الدولة. هذا بالنسبة للجدوى الاقتصادية اللي بتحكي عن الاقتصاد، يعني الاقتصاد، الميزانيات، اللي هي الموازنات، الموازنات، التكاليف، العوائد، الشغلات هذه كلها، الأمور الاقتصادية. تمام. كل ما زادت تكلفة تصميم النظام كل ما زادت معوقاته. إذا كلما زادت تكلفة تصميم النظام كلما زادت معوقاته. ممتاز. تمام. عندنا دراسة الجدوى التنظيمية، هي بتركز على كيفية دعم النظام المقترح، هي استراتيجية العمل وأولويات، وشو الأولويات تبعته. ممتاز. دراسة الجدوى التنظيمية من اسمها يا أخوات، مدى ملائمة النظام لخطط المؤسسة، مدى ملائمته لقناعات إدارة المؤسسة. إذا كل واحد اختص بذاته. الاقتصاد حكينا عن التكاليف والإيرادات والموازنات. التنظيم حكينا عن هل هو ملائم لخططنا؟ هل هو ملائم لانسجام الإدارة العليا ولا كيف الوضع؟ تفضلي. وبالنسبة لدراسة الجدوى الفنية، اسمها فنية مثلا، اللي هو عن المهارات والمبرمجين، مثلا تعني تحديد مزايا النظام القائم، شو هي مزايا النظام اللي أنا بدي أقوم فيه وعيوبه ومزايا النظام المفتوح. مثلا بين العناصر التانية مثلا لازم يكون في عنده مرونة، هو المرونة الكافية لاستيعاب المتغيرات المتوقعة في المستقبل وسهولة الحصول على المعدات المطلوبة وإمكانية دخول تقنيات المعلومات بكل سهولة. إذا دراسة الجدوى الفنية يا أخوات اللي هي دراسة الأجهزة اللي هنستخدمها والبرامج اللي هننزلها، هل هي مناسبة؟ هل هي متطورة؟ هل هي مرنة؟ يعني بنقدر نشيل ونحط زي ما احنا عايزين؟ هل دراسة الجدوى ليش؟ الفنية. تفضلي. وآخر اشي دراسة الجدوى هي التشغيلية، من اسمها تشغيلية، هي الأشياء اللي احنا بنحتاجها، مثلا زي آلات، الأشياء اللي احنا هنحتاجها عشان نشغل هذا المشروع، زي الآلات، وتكون تتناسب مع الواقع وتكلفتها. إذا التشغيلية يا أنتي هي طبيعة العلاقة بين مراحل النظام. التشغيلية طبيعة العلاقة، هل هي علاقة تكامل؟ هل هي علاقة انسجام بين الموظفين والبرامج؟ ولا علاقة مقاومة؟ إذا زي ما حكيت اسمها، كل جدوى التشغيلية جاية من اسمها تشغيل. ما هي طبيعة العلاقة بين النظام والمشغلين؟ هل هي علاقة تكامل؟ ولا علاقة انسجام؟ ولا علاقة مقاومة؟ كيف تسأل يوم ولا سؤال؟ في حد بيعرف اشي عنها بس يعني مش عارف السؤال، هي اللي بتسأل مش دعوة، بعرفكوش. في حد بده يحكي عن معوقات، حدا عنده اشياء جديدة حد يحكي مثلا عن جدوى النظام؟ احكوا لها عن جدوى النظام لو سمحتوا. هما بيحبوش يحكوا على حدا، حرام يعني. تمام. احتال اقتصادية. دراسة الجدوى الاقتصادية تعتبر هي من معوقات تصميم نظام المعلومات، فكل ما زادت أول حاجة الجدوى الاقتصادية تظهر في عدم توفر موازنة. فكل ما زادت تكلفة تصميم النظام كل ما كانت المعوقات أكثر صعوبة. تمام، شكرا.
مين بدي يحكي عن دراسة الجدوى الفنية؟ دراسة الأجهزة المستخدمة والبرامج، يعني هل هي مناسبة متطورة أو هي مهنة؟ مين يحكي عن دراسة الجدوى التشغيلية؟ الأخيرة رح حكينا عنها. هي بتقيم طبيعة العلاقة بين مراحل النظام، إنه هل هو علاقة انسجام أو علاقة مقاومة أو تكامل. ومين يحكي عن جدوى التنظيمية؟ مدى ملائمة النظام لخطط المؤسسة ولقناعات إدارة المؤسسة؟ بالضبط، هو حسب البيئة نفسها كيف هيكون النظام شغال فيها. ممتاز، شكرا يا أنت، شكرا لك، بارك الله فيك. شو رأيك يا منى حرب في شرح زميلتك قبل ما نكمل؟ منى حرب حلو الشرح ولا هي الحلوة ولا ايش بالضبط؟ استفدتي يعني ولا كيف؟ استفدتي؟ ما عيدش يعني؟ خلص. ايش رأيك يا نعم؟ كويس؟ ما شاء الله بتجبروا الخاطر انتو. يا انهار ايش رأيك؟ صحيح، هي وصلت المعلومة بشكل حلو، شكرا يا انتي. طبعا انتي فلتتي، انا نسيت اخلي من قيموكي، مش مشكلة. ما انا حكيت لها انا نسيت هالموضوع، ماشي. لا هما الاثنين حام شاطرين. في التصميم نواجه مشكلة في الجدوى. الجدوى الكلمة جاية من مدى جدوى او مدى صلاحية النظام. هل هو مجدي ولا مش مجدي؟ قلنا جدوى النظام لها 4 انواع. 1 تنظيمية تشمل هل النظام ضمن الخطة وملائم لها؟ هل الإدارة العليا مرافقة ولا رافضة؟ 2 جدوى اقتصادية من اسمها اللي هي الموازنة والتكاليف والعوائد. 3 جدوى فنية اللي هي الآلات والبرامج، هل هي ملائمة ولا لا؟ ممكن تكون هي السبب بصراحة. الجدوى التشغيلية ما جاي من الشغل، انسجامنا مع البرامج الجديدة ولا في بيننا ايش؟ مقاومة. إذن هذا كان المعوق الأول في التصميم فقط. في مين؟ في التصميم فقط. وخذي بالك أخذ عنوان عام اللي هو الجدوى، اللي هو إيش؟ الجدوى. في معوق، إذن يعني هذا واحد. 2 في معوقات أخرى. قدرة السيستم على مقابلة حاجات المستخدم. متى لا يستطيع النظام مقابلة حاجات المستخدم؟ يعني انت لما تلاقي برنامج جديد نازل على الجهاز تتوقع انه يكون واو وترتاحي معاه ويحقق كل الاهداف. السؤال متى يكون النظام مش قادر يقابل احتياجات المستخدمين؟ مين بيعرف؟ تفضلي. اذا 1 توقعات المستخدم مبالغ فيها من النظام. اذا انت حطيتي كل املك في هذا النظام فتفاجأت الواقع مش كده. الواقع شماله مش كده. اذا اول حاجة لما انا ابالغ ماشي في توقعاتي كمستخدم من البرنامج الأمامي ممكن يؤدي إلى إيش؟ فشلي. وين توقف؟ توقعات هذا الشخص مرسوم، توقعات الشخص مبالغ فيها من النظام. معلش عشان الخط حلو. 2 النظام مكلف ومجهد ويحتاج لوقت. اذا من المشاكل اللي انا بواجهها انه النظام مكلف، كلفنا فلوس كتيرة، مجهد، بياخد مني طاقة، اخر حاجة بياخد مني ايش؟ بياخد مني وقت. لكن السؤال اللي انتو بتسألوش لانه انتو عندكم مناعة من الاسئلة، من هم المستخدمين اللي قاعدين مسكينهم نشرح عليهم من الصبح؟ المستخدم النهائي. ايوه المستخدم النهائي
أو الإدارة اللي حيستخدم البرنامج يعني، مش حيكون صناعي، هدف مصنع. الإدارة والمستخدمين الإيش؟ النهائيين. طبعا المستخدم النهائي ممكن يكون زبون زي في بنك ولا حاجة، واضح؟ هم هدول المستخدمين. خذي بالك أنا أثناء الشرح دمجتهم سوا لأني لقيتهم نفس الفكرة، فنقول ندمجهم وخاص باش يصير في لبس. إذن ما هي معوقات التصميم فقط لنظام المعلومات؟ عنا هما ثلاثة احنا عملناهم تنتين معوقات في نفس الجدوى للنظام، بمعنى هل النظام مجدي ام لا، وقلنا له اربع انواع وشرحناهم على السبورة. النوع الثاني معوقات بتجيني من المستخدم نفسه، ماشي، اللي هي هل النظام بقابل حاجات المستخدمين، هل النظام بقابل توقعاتهم ولا ايش ولا لا. أعيدها. شمس موجودة؟ يلا يا شمس اذكري معوقات تصميم نظام المعلومات المتعلقة بالمستخدمين. على الاخر تصور انه البرنامج حيحل كل مشاكل العالم. ممتاز، ممكن النظام يكلفنا مال، ممكن يكلفنا وقت، وممكن يكلفنا ايش؟ جهد. شكرا يا انتي. الآن حنوقف الحديث عن بناء وتشييد النظام، خلاص وقفنا لغاية كده، أخذنا بالتفصيل، أخذنا دورة حياة، وأخذنا طبيعة العلاقة، وأخذنا معوقات واللي بتأدي لإيش فشله. الآن حنحكي عن حاجة تانية، ما زلنا في موضوع الآي تي. بحكي لنا في أنواع جديدة للآي تي ظهرت، كلنا لمسينها وموجودة معنا. نشوف ما هي هذه ايش الانواع. سجب وجبل موجودة؟ لا. تسنيم عطا الله كلكم مش موجودين. رنين تفضلي. الاتصالات عن بعد وشبكة الاعمال. اتصالات عن بعد شبكة الاعمال الانترنت. نقل البيانات الكترونيا. نقل البيانات الكترونيا. الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي. نتعرف على حضراتهم. ما المقصود بالاتصالات عن بعد؟ هذه موجودة وملموسة. تفضلي اللي قاعدة ورا حنين، تفضلي. عمليه نقل المعلومات في اي شكل ومكان لاخر ودمج استخدام الوسائل والادوات الالكترونيه. ممكن تعطينا مثال تبسطي لنا الكلام هذا الصعب؟ ممكن مثال يا جماعه؟ الاتصال موقع التواصل الاجتماعي. ممتاز. الاتصالات عن بعد عبارة عن عملية نقل المعلومات، ممكن تكون المكالمات أو الملفات، ماشي، عن طريق الاي تي. لما أنا أبعث لك إيميل هذا اتصال عن بعد، أنا ما حملت الرسالة ومشيت فيها وعطتك إياها، لا بعت لك إياها إيش؟ عن طريق الاتصالات. لما تعمل مكالمة جوال اتصال عن بعد، لما تفتح مواقع التواصل اتصال عن بعد، واضح؟ لما تعمل مقابلة على سكايبي او على اي موقع تواصل او اتصالات، هذه بنسميها اتصالات ايش؟ عن بعد. اذا الاتصالات عن بعد ببساطه نقل المعلومات في اي شكل من مكان، عايزه تبعت صور، فيديوهات، تصميمات اللي انت عايزاه، عن طريق التكنولوجيا المعلومات اللي هي الوسائل ايش؟ الالكترونيه. اذا سؤال وفاء تفضلي، ما المقصود بالاتصالات عن بعد؟ هي عمليه نقل المعلومات في اي شكل ومن مكان لاخر وذلك سؤال بطرح نفسه، كيف أثرت الاتصالات عن بعد على الاتصالات التقليدية؟ يعني زمان كان لازم يكون تليفون وتكلمي مكالمة دولية. طب هل الاتصالات عن بعد أثرت على هذه الأمور ولا لا؟ معاكم دقيقة كل اثنين يتشاوروا عشان نكتب الإجابات. أعيد، حاضر يعني. دقيقة كل اثنين جنب بعض، في واحد قاعد لحاله ويحكي مع نفسه. أعيد السؤال، كيف أثرت الاتصالات عن بعد على الاتصالات التقليدية؟ إيش الاتصالات التقليدية؟ نمسك تليفون ونتصل ونكلم وندفع فلوس وما نسمعش، هذا الكلام.
خلصت ولا كيف؟ في حدا لسه بتناقش؟ تفضل يا غادة. نكتب واحد غادة. ايش بعرفنا انا؟ السرعة في التواصل. ماشي يا جماعة. في حاجة تانية انت وزميلتك؟ شكرا. اللي قدامهم ايش اسمك يا انتي؟ هلا. انخفاض، كلهم نفس القصة على فكرة. التكاليف، شكرا يا هلا. اللي قدام هلا. ممتاز. هنية. الاستغناء عن وسائل الاتصال التقليدية. أنا شكلي بحكي مع نفسي على فكرة. كيف أثرت الاتصالات عن بعد على الاتصالات التقليدية اللي قلنا اللي فيها دولي تليفون وهكذا؟ هذا هو السؤال. تفضلي. ممتاز. ايش اسمك يا انتي؟ روان. السهولة هي الجودة يا انتي، جودة الاتصالات، جودة الاتصالات عالية. تفضلي. قربت الناس من بعد ان اصبح العالم قرية صغيرة. ايش اسمك يا انتي؟ فاطمة. حولت العالم لقرية صغيرة وهذا له سلبيات على فكرة. في حدا حب يضيف؟ تفضلي. وفرت الوقت والجهد. ممتاز. مع الجودة هذه، مع الجودة هذه انت جاي. الوقت هذه الجودة، الجودة. شكرا. ضايل ولا خلص؟ حدا عنده فكرة؟ الناس اللي هان عندكم افكار؟ اذا كيف اثرت الاتصالات عن بعد على الاتصالات التقليدية؟ اصلا بطل عندنا اتصالات. في ممكن الاتصالات التقليدية كانوا زمان مثلا لما بدهم يتواصلوا مع بعض كانوا يشوفوا بعض يروح. ما انا حكيت لها سلبيات. اوكي. اما في الحديثة يعني هلقيت ما حدش بيشوف بعض انه بتسد التواصل وكذا وخلص يعني. ماشي. ممكن صحيح اللي هو الاختراق. اذا زميلتنا غادة حكت انه السرعة في التواصل ما كانش موجود في التقليدي. هلا حكت انه التكاليف منخفضة، ما كانش موجود في في التقليدي. هنية حكت انه احنا بنستغنى عن الرسائل او عن وسائل الاتصال التقليدية بنشيها عشان نواكب التطور. روان حكت انه زادت جودة الاتصالات. فاطمة حكت حولت العالم لقرية ايش؟ صغيرة. اذا التأثير اللي احنا كتبناه تأثير ماله؟ ايجابي. تأثير ايجابي. واضحة ولا عيدها؟ هنا اذكري امثلة على الاتصالات عن بعد، يعني زي ايش؟ امسح. اذكري امثلة كل اثنين يفكروا سوا. ماشي، عشان انا بكتب صورة بطلع الخط ما شاء الله. ممكن تطلع مع الطالبة اللي قدامها نهار عشان تفكري معاها. ممكن جنب البنات هدول. ما تقوليش لوحدك، ما تقوليش لوحدكم. قفزه او انت اعملي قفزه خلفيه بعرفش. اذا احنا الان بنطبق استراتيجيه في الشرح بنسميها شارك، لا عفوا، فكر شارك ناقش. اما انا بستنى تفكر على وعسى. السوشيال ميديا بشكل عام. اه
في حدا في العالم بفكر بصوت عالي وبزعق؟ احكوا سوا عشان نطلع احنا الخلاصه اللي حنستفيد منها. ماشي، فكروا انتوا اياه، فكرتوا خلصتوا؟ ماشي. الان حنستنى نشارك ونناقش هل هو صح ولا لا. بقيه الشعب فكر وناقش ولا لسه؟ رنين ومجد بتناقشوا بالصمت ولا ايش؟ لغه الجسد تخاطب روح. خلصتوا؟ قاعدين زي اللي بيكتبوا شعر بصراحه، عاملين كده. يلا يا انعام، مش كل اللي بكتبوا تكتبوا ورايا، بس نتفق احنا الان حنسمع اللي هو المشاركه، يمكن غلط يمكن ملوش علاقه. تفضلي. لما انت تجاوبي كل اجابه ايش خليت لهم يحسروا؟ اعطيه خلي لهم حاجه. شكرا يا انت. اسمك واتساب؟ ايوه. شكرا يا هاي. انستغرام هذا برنامج جديد، تفضلي. هي بالنون. انا بالنون. تزعلوش انت. انا اوكي. المفروض متفقين على واحدة يا انت. شكرا يا انت، تفضلي. سكايب. ضايع ولا خلصوا؟ مين ما جاوبش؟ منى، منى وجيرانها، منى وشمس. ماشي. تفضلي. كتار ولا قلال؟ طبعا هذا عالم واسع جدا، تفضلي. مين؟ اسم اس ممتاز. الايميل ولا نسينه؟ الجوال. الجوالات بالانظمه الجديده، ايفون او اندرويد. نعم. سناب شات. تليجرام. شكرا يا انت للمشاركه. طبعا عندنا غيرهم عندنا نظام الفيديو كونفرنس برضه، وعندنا نظام البث المباشر. ماشي. إذا هذه عبارة عن أمثلة على الاتصالات عن بعد التي غزت حياتنا مؤخرا. واضح؟ واضحة ولا عيدها؟ كلها تمتاز بالجودة وبالسرعة، وتمتاز بإنه الإنسان بيكون عايش في التكنولوجيا المعاصرة، برضه لها سلبيات. إيش سلبيات هذه الشغلات؟ تضيع وقت، فقدان الخصوصية، قلت او قضت على العلاقات الاجتماعيه بين البني ادمين، صاروا يشوفوا حالهم في عالم افتراضي. الهاكرز ممكن حدا يخترق الجهاز زي ما حنشوف في المستقبل وياخذ جميع ايش؟ البيانات. واضح؟ تزعليش، ارتفاع نسب الطلاق. نعم. هي ضمن العلاقات الاجتماعيه. غضب الام. غضب الام. ايش علاقه الام في الموضوع؟ شكلك عامله مشكله في البيت وجايه يعني. انتوا عارفين حالكم الحمد لله. احنا حكينا عن الاتصالات عن بعد، نرجع لها تاني. كان معها حدا تاني. هيو شبكه الاعمال نتورك. هيو وضحي بالرسم مثال على شبكه اعمال. اذا فكرنا وشاركنا وناقشنا، وضحي بالرسم شبكة الأعمال. ما تدوروش، مين ممكن يطلع يرسمها؟ شبكات الأعمال. أنا. الرسمة في المخ. أنا. تفضلي، بس ما ترسمش معها، بس نشوف ايش حترسم. تفضلي. ترسم لنا بس ولا حاجة. تفضلي. عيد السؤال. وضحي بالرسم. وضحي بالرسم نموذج لشبكة أعمال. ما شاء الله ممتاز، انت طالبة ذكية. ممتاز. عندنا حيكون جهاز مركزي في النص وبطلع منه ايش؟ أجهزة فرعية بنسميها شبكة، بنسميها ايش؟ شبكة.
لا الجهاز الأساسي بيكون في الوسط يعني. بكون الش طالع فوق. لا 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 هي هتعملي خسارة مادية. ايوه ممتاز. هي زي دائرة. ممتاز. شكرا يا انت. شكرا على الرسمة. اذا يا اخوات بيكون عندنا جهاز مركزي في الشبكة وبصير ايش يوزع على الاجهزة الاخرى. ما هي اسم هو له بيشبه العنكبوت يا انت. الشبكة تشبه العنكبوت. في هنا بطلع عندنا سؤال. طبعا شبكة العمل هذه بتغطي مساحات ومناطق كبيرة. الان مثلا عندنا الجامعة الاسلامية عندها فرع في غزة الرئيسي. وفي شو اسمها هذه؟ في مستوطنة ناس سارين. وفي خان يونس وفي تركيا. اربع فروع مرتبطين بشبكة عمل واحدة. فتح جديد في لبنان؟ لا في تركيا فتح جديد. يا عندي من الطلبة اللي هناك. عادي ممكن عاد من نفس الجامعة. كلهم متصلين بشبكة او متصلين بجهاز محوسب مركزي واحد. الاربعة والخمس فروع كل بياناتها وشغلها كله بروح دايركت على هذا الجهاز. واضح؟ فبتحسيه عامل زي الايد مركز وطلع منه ايش شبكات او افرع. في عندنا سؤال هنا. شبكة العمل نوعين. طبعا انتوا هتجاوبوا مش انا. اذكري انواع شبكات العمل. نوعين. واحد انترنت والثاني انترانت. خدوا بالك من حرف الالف. ما الفرق بين انترنت وانترانت ولا زي بعض؟ لا نعطيكم دقيقه للتفكير بلكي تتوصلوا لحاجه خطيره. يا انت لحقت تفكري؟ طولي بالك شويه. فكرتوا ولا لسه؟ فكرتوا؟ عايزين وقت للتفكير ولا خلص؟ خلصنا. الناس اللي قاعدين ورا تفضلي. انتوا مالكم مصدومين ولا حاجة؟ ايش الفرق بين الانترنت والانترنت؟ مش كل حاجة يا انت تواصل اجتماعي مالوش علاقة. هو هذا بيئة التواصل لكن هو مش تواصل. البنية التحتية. اذا شكرا تفضلي. اللابسة اسود وابيض. انت معانا في الوظيفة؟ اهلا وسهلا. معلش ما انا اكتشفت لما انت جبت. شكرا يا انت. نشوف اللي مش ضيوف تفضلي. الانترنت بغطي مساحات جغرافية كبيرة ومناطق جغرافية كبيرة. اما الانترنت بيعمل بغطي مساحات قليلة ومحدودة الانترنت اللي هي شبكة الاتصالات او شبكة عفوا المعلومات العالمية. وين ما تروحي بتلاقيها. زي جوجل زي يوتيوب. هذه عالمية. وعبريها زي ما انت عايزة وشوفي فيديوهات صور ما حدش ماسكك. هذا الانترنت. بينما الانترنت شبكة معلومات محلية. يعني بس للجامعة. انت الان عشان تفتح النت على الجامعه لازم يكون معك يوزر نيم وباسورد لي ايو جازا اندور او اوت دور او واي فاي. عشان هيك بسميها محليه. ماشي. لما تفتحي صفحتك على الجامعه هذه انترنت. ليش؟ لانك انت حتدخلي لنظام مؤسسه. لكن لو رحت طايله فيلم رعب من اي مكان في عم تتفرج عليه هذا اسمه انترنت. اذا الفرق بينهم الف لكن في فرق شاسع. الانترنت هي شبكة عالمية. شبكة المعلومات العالمية اللي احنا عارفينها. وبتكون المعلومات متاحة عليها زي ما احنا عايزين. بينما الانترانت لا هذه داخل المؤسسة بتكون. زي مثلا برامج التسجيل عندنا في الجامعة. الموديل هذا انترانت.
ماشي. الصفحة الشخصية انترنت، خدتي بالك؟ يعني انا لا، صفحتي انا كأستاذ، انت بتصدريها وانت مش من الجامعة من غير لباس وورد ولا يوزر نيم، اللي بنسميها انترنت. انترنت. لكن الموديل بدك باسورد. انترنت. ما لها هذه؟ اذا حطيتي لها حميتيها بتكون انترنت، ما حدش بيقدر يعبر معك، يعني بسميها باسمك مثلا. واضح؟ واضح ولا عيدها؟ مين؟ شبكات الشوارع يعني. انترنت هذه. تفضلي. ما هو انت عمين دخلت بالضبط؟ انت يعني ايش دخلت بالضبط؟ انت الان فتحتي شوي شوي، الان انت قاعدة ببيتكو، طبعا انت ببيتكو بتاخدي خدمة الانترنت، شارين خدمة. اذا فتحتي موقع الجامعة ودخلتي بالباسورد تبعك للنت الجامعة نفسه، هذا اسمه انترنت، لانه انت دخلتي لموقع مخصص وممنوع اي حدا يعبره غير الباسورد. اما فتحتي على عروض ازياء زي ما انت، هذا اسمه انترنت عادي، يعني ما فيش خصوصيه بكون فيه. واضحه ولا عيدها؟ عيدها. والله حسب، حسب يا انت. الان انت في مطعم، رايحه انعام على مطعم مزاج وعزمكم كلكم، اذا اعطاها الموظف الباسورد بتعبر الان عن طريقهم. واضح؟ طنشها يشعبون. تفضلي يا عندي، هاي صاحبة الدراما قامت. اذكري انواع شبكات العمل، اذكري انواع شبكات العمل. نفس السؤال بس نشوف ما بعض ايش كاتب. ليش نستعجل احنا دائما؟ يلا يا أستاذة حنين إيش كاتب؟ أنواع شبكات العمل، أقول WANS مفهومة لن يتسع لغطي مساحات ومناطق جغرافية كبيرة مثل المدن والأقاليم والدول حتى العالم ككل. الـAN يهتم بنظم المعلومات والمستخدمين في منطقة جغرافية محددة مثل مصنع أو مكتب أو داخل أي مبنى حكومي. شكراً. تفضل اللي قاعدة على الطرف، ايش اكتشفتي؟ اكتشفتي حاجة ولا لسه ما اكتشفتيهاش؟ ما اكتشفتيش حاجة؟ ايوه، اللي بغطي مساحة كبيرة انترنت، واللي محدودة نفس الكلام، نفس الكلام، بس هي ما بتنقرا الاي ان، هي بتنقرا وانز ولان. لو عندك بس واحد وانز والتاني لان. ال WANS اللي هي الورلد العالم، ال LAN اللي هي اللوكال المحلي. واضح؟ وانزولا نكتب سؤال ونجاوب المحاضرة الجاية. عظفي E D I. مين بيقدر ترجمها هذه E D I؟ يا عيني على الشطارة. ترجم الحروف يا جماعة، ترجم الحروف انجلش بالعربي. E إلكترونيك. داتا. تبادل. انترشينج. تبادل مش معلومات. انترشينج. ماشي؟ إذا إلكترونيك داتا انترشينج معناه تبادل بيانات الالكترونية. حنشرحها المحاضرة القادمة. مين ممكن يشرح؟ لا اللي شرح خلاص، نعطي فرصة للناس التانيين، مش بقيت الشعب هذا اللي شاهد ما شافش حاجة. فرحين عليها. ماشي مع حنين المحاضرة الجاية سلايد 44 و 45 وستة واربعين. ستة واربعين كذا واحدة، لأنه هم مرتبطين ببعض. ماشي، قلنا 44 و45 و46.
واضح ولا عيدها؟ واضح. اعيدها. اي سؤال؟ واضحه المحاضره اليوم؟ واضحه. احنا كل مالنا بنقترب على تخصصنا، الفصل هذا هو الوحيد الاي تي. سلامتكم من الزهقه. بعد كده حيصير كله تخصصنا، فما مش حتحسوا بالغربه شوي. مش سامعه ايش حنسوي؟ يوم الاحد ان شاء الله او لا يوم الثلاث. اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.